قد يكون الإنسان في حياته كلها مشركا، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيكون مآله إلى الجنة. وقد يكون العكس، بأن يكون الإنسان عابدا لله ثم يختم له بسوء. وإذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال بعض العلماء: إن مثل هذا السوء في ختام حياة الإنسان لا يكون من شخص أصلح سريرته، لأن الله عز وجل كريم محسن لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإنما يحصل هذا لمن خبثت سريرته وتدنست طويته. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: يبشر العابد، فإن هناك رواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فهذه الجملة فيما يبدو للناس تبين المقصود. ولذا جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أناس من أمتي بحسناتك كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله، جنهم لنا، صفهم لنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم.